بقول لك شيء بس ما تزعل مني. طبعا تفضلي. بحترم شجاعتك ومهنتك بالفيلم، بس ما تزعل مني يعني. مدري ليه ماني مصدقتك انك بس راجع على سوريا كرمال الفيلم. يمكن الحق معك. كمان انا مر علي وقت كنت كل ما افكر فيه بالرجعه على سوريا استبعد الفكره من راسي. ولحالي اني انا شاركت بالمظاهرات بالبدايه بوقتها ما كان في لا جيش حر ولا غيره. وصارت تجي الفكره وتروح تجي وتروح. اليوم يلي سمعت فيه خبر وفاه او استشهاد رفيقي كان ابن حارتنا بحمص. تربينا انا وياه وضلينا مع بعض نحن وصغار لكبرنا، ضلينا على تواصل وفتنا على الجامعه سوا. ما حبيت صدق الخبر، فتت على الفيسبوك لاتاكد، قريت نفس الخبر، اتصلت باهلي بدي اسالهم اتاكد منهم. كثير تفاجأت من ردة فعلهم كيف خبروني. كيف خبروا؟ كأنه متحاملين عليه. أبي صار يقول لي يلي بيموتوا بإيده سلاح هذا اسمه قتيل وكثير عليه هذا اللقب. اتصلت بأهله لحتى أعزيهم، أمه شو بتقلي؟ بتسكتني ما بتخليني أعزيه. بتقلي رفيقك يا ابني راح شهيد في هذا الوطن. والشهيد ما بينعمل له عزا، بينعمل له عرس. الصراحة إذا قررت إني أرجع على سوريا يمكن بس لحتى أفهم، أو على القليلة حاول أفهم شو اللي خلى عمر رفيق طفولتي، قضيت سنين مراهقتي معه لحتى كبرنا، شو اللي خلاه يكون هون شهيد وهنيك قتيل؟ الله يرحمه. خلي لك أحبابي.